ما لي أراك زائغة البصر غرساء بكماء؟ لا أجد ما أقول. يا امرأة، لا تجدين أم تخافين؟ ومما أخاف؟ وأنا في حماك يا أبا أرطأة. زينيها وجمليها لولدي أرطأة. سأجمع القبيلة كلها لحضور زفاف ولدي أرطأة على بنت ضرار الأسدي. لا تخافي يا ابنتي، سأمكنك من الهرب. فأين أذهب؟ إلى دار الحارث بن عوف شيخ القبيلة، استجيري به واطلبي منه أن يردك إلى ديار أبيك في بني أسد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زياد. زياد رجع يا سلمى. وأمرتني ألا أرجع بدونك. لا ترجع، فالدار دارك. لقد ازددت منا قربا بإسلامك وإيمانك بالله ورسوله. هي لا تعلم حقيقة إسلامي. تعلم أو لا تعلم يا أخي، اتركها وشأنها. أنت لا تعلم خطورة سجاع على نفسها وعلى أذنابها وعلى ديننا يا أخي في الله. أن تكون هذه المرأة أشد خطورة ممن حاربوا رسول الله قبل وبعد هجرته. ليتني كنت معه منذ بعث. يا ضرار، إنها تتآمر مع كل الأجناس وكل أصحاب الأديان والملل في كل أرض لتضرب هذا الدين وتملك هذه الأرض. كأنك تريدني أن أرجع إليها لأقتلها. لا تستطيع، ولا أحد يستطيع، وإلا كنت قتلتها أنا. ولم لا؟ ما هي إلا امرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها تسخر الجن، ولها قرين يمنعها ويأتمر بأمرها. ما هذا الهراء؟ أتصدق هذا؟ أنا من عشيرتها وأعرف عنها ما لو سمعته من غير ما صدقته. فلما تطلب مني إذن أن أذهب إليها؟ ما جئت إلا لأخبرك وأحذرك. أنا لا يعنيني أمرها ولا قرينها. لن تخرج من داري ولن أرفع عنها جواري إلا برضاها أو بحضور أبيها. يا سيد القوم، إنك تطمع فينا عامة الناس. أهي خادمتك؟ نعم. بكم اشتريتها؟ بحد السيف، بالسبي، بالغنيمة. السبي والغنائم لا تكون إلا من الحرب. فهل كانت حرب بينك وبين قومها؟ وهل كانت حرب بين أبيها اللص وبيننا يوم سطى على القافلة وقتل من قتل ونهب ما نهب وأخذ ابنة عمي أسيرة سبية، ثم جاء ينازعنا في ولدنا كما تعلم يا سيد قومنا؟ هل كنت تعلم أنها ابنة خصمك؟ كلا. وما كانت هي تعلم؟ فقد علمت. ليتني ما علمت، ليتني ما كنت ابنتها. يا سيد قومنا، إنها ضحية أبيها، أصابها من ظلمه وطغيانه ما أصابني وأصاب أمها، فكفاها ما لقيت من خوف وقهر وذل.
لقد أصابك أضعاف ما أصاب نساء الأرض كلهن. لقد نسيت وسامحت من أجل هذه المسكينة. أطلقوا سراحها إن كانت لديكم بقية من مروءة وشهامة وغيرة على أعراض النساء. انظروا إليها بعين الأب والأخ لتروا إن كان بينكم من يرتضي لأمه أو أخته أو ابنته هذا المصير. انظروا إليها وهي خائفة مذعورة تنكمش على نفسها كأنها شاة تنتظر الذبح. هل نزعت الرحمة من قلوبكم؟ أليس لكم من وازع أو رادع؟ أعتك، أترضين بحكمي؟ أجل يا مولاي. أتريدها زوجة يا علقمة؟ ولا خادمة. كم دفعت إلى جدها؟ 100 دينار. كلا، لم يدفع شيئا. امتنع عن الكلام حتى أمرك. أمرك يا مولاي. ودية القتيل جدها 20 بعيرا ب200 دينار. دفعتم منها 100، والمئة الأخرى أحتملها من مالي وأدفعها لهذه الفتاة. دم جدي لا يقدر بأي مال يا سيد قومك. بورك فيك يا ابنتي، ولو كنت في سن تسمح لي بالزواج من صبية مثلك لتزوجتك، ولو كان لي ولد في مثل سنك لزوجته منك. فهل أختار لك زوجا أم أترك لك الخيار؟ ردها إلى أبيها وعشيرتها يا سيد قومك. لن تخرج من داري إلا زوجة حرة في كنف زوج يحميها ويرحل بها إلى أي أرض يريد. فما قولك يا ابنتي؟ ما قولك يا أم أرطأة؟ هل تقبلينها عروسا لابنك أرطأة؟ كلا كلا، زواج لا أباركه. ما سبب رفضك وعدم رضاك؟ حتى لا يقتتل الأخوان يوما بسبب امرأة. لقد رضيت أنا وولدي حكمك، أليس كذلك يا أرطأة؟ الرأي ما تراه يا أبي. حسن، اجلسوا. ستظل العروس في داري حتى تجهزوا دارها وجهازها. أردته زوجا فأبى إلا أن يكون تابعا. أردت أن أرفعه وأجعله أميرا غنيا فأبى إلا أن يظل أعرابيا. وأرسل إليك هذه الدنانير في مقابل ما أكله وشربه عند مولاتي. أعرابي جلف. وأسمعني كلاما عن مولاتي يعجز فمي عن النطق به. عابد وثن عقله كصنمه. قلت له مولاتي تدعوك، فقال دعاني من هو خير منها فلبيته. فمن ذا على الأرض خير مني؟ لقد آمن بدين محمد. الويل له، أوشكت النبوءة أن تتحقق. أية نبوءة يا مولاتي؟ أعرابي بهيئته وصفاته يتبع دينا جديدا. إنه هو هو، لم يكن ينقص من شروط النبوءة إلا هذا. اقتلوه 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 الليلة. أروني دماءه تروي رمال أرض. اقتلوه الليلة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين،
وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الله أكبر. أصبح الذئب حملا وديعا بلا ناب ولا مخلب. أين رأس الرجل؟ فوق كتفيه. قبحت وخسئت يا دعثور. لم أتمكن من الوصول إليه. فأين الحيلة يا داهية الذئاب؟ لقد تبعته عدة مراحل حتى أوشك أن يصل إلى مشارف مكة فرجعت. مكة؟ أجل، لئن فتح مكة فتح الأرض كلها، يمنها وشامها وعراقها. هذا العرش. من الذي رفعك علي؟ رفعني من وضعك. تقصد من خدمتها ثم خدعتها؟ ما خدمت إلا هؤلاء الناس، وما خدعت أحدا، وما طمعت في العرش ولا سعيت إليه، وإنما هو الذي سعى إلي على أكف هؤلاء الناس. أليس كذلك يا سيد الحيرة؟ بلى والله. فمن الذي أمرك بإطلاق سراح السجناء؟ العدل. عدلك أنت؟ العدل ليس لي ولا لك، العدل للسماء، لله. كأني كنت حبستهم ظلما؟ أجل، إنك لم تسأل سجينا واحدا لماذا سجن وما هي تهمته، ولكنك فتحت أبواب السجون وأطلقت سراح الجميع دون تفرقة بين قاتل ولص وقاطع طريق وخائن لولي أمره. العفو لا يتجزأ. لا، لقد أطلقت سراحهم ليهتفوا باسمك ويلعنوا من حبسهم، لتشهد الناس على عدلك وعلى ظلمنا. تلك آفة من آفات الحكم يا ملك الحيرة. السابق يلعن الأسبق، واللاحق يلعن الجميع، حتى يسبق ويلحق فيلعن ويسحق. كأنه كان يلعنني. ما سمعته. أحبسوه حتى أحاكمه على الملأ بالعدل. نعم بالعدل، بعدلك أنت لا بعدل السماء. يا عجبا، يزعم آنفا أن العدل ليس لي ولا له إنما لله، ثم يعود فينسب العدل إلى عبد ضعيف مثلي من عباد الله. من عباد الله. خذوه. سأنتظرك وستلحق بي إن آجلا أو عاجلا. إذا لم تجد من يساعدك على الهرب كما فعلت مع الأسير الأسدي، قاتل مولاك الأمير ربيعة زوج مولاتك سجاح. الأسدي لم يهرب أيها المخدوع، لكنها أطلقت سراحة بعد أن استضافته في قصرها شهرا. الخائن وكيع، أجلسته على العرش فترفع وتمرد وانخدع وظن نفسه ملكا، فعزلته ووليت خصمه وعدوه. وهو خصمك وعدوك أيضا يا مليكة الدنيا. إياس عدو عاقل، يعرف من أنا، ويعلم أني كما أسامحه لأرفعه أقدر على خفضه وقتله. كذلك وزيرك السجين يا مولاتي. كان حتى التقى بأصحاب محمد فبدأ يخطط للقضاء عليه. إنه ما زال يحبك يا مولاتي،
بل أكثر مما كان. كلا، إنه يبغضني بغض الموت، ولولا ولده لقتلني. لا أظن يا مولاتي. لا تدافعي عنه، وإلا اتهمتك بما أتهمه به. ولا إليك يا مولاتي، ولكني أنصحك. أتعرفين الزمام واللجام والرسن؟ الرسن؟ حبل طويل يربط به الأعرابي بعيرة، ويتركه يرتع ويدور كما يحلو له، حتى يخنق نفسه برسنه وقيده. ما فهمت شيئا يا مولاتي. أخبري بعيرنا الآخر أني قادمة. أمرك يا مولاتي. الويل لك يا زياد يا عاشق الأسدية. أنت صباحا يا حكيمة الدنيا. أصبح لك من اسمك نصيب يا زياد، تزيد في كل شيء ولو نفاقا. يا مولاتي، أدرك صاحبك وزيرك. ظننت أنك ستخبرني عن صاحبي وصاحبك الأسدي. إياس حبسه يا مولاتي. من؟ الأسدي؟ كلا يا مولاتي، إنه وكيع. يا مولاتي، نحن أهل وعشيرة، وهو أقرب الناس إليك. كان، فأصبح أبعدهم عني. ماذا فعل يا مولاتي لتذليه إلى خصومك؟ سأجعله عبرة لمن يخدعني. يا مولاتي، إنه أشدنا إخلاصا لك. كان، قبل أن يتنازعه هواه وطمعه. هواه لك وطمعه في إخضاع الدنيا لك. كان، قبل أن يميل به الهوى إلى غيرنا ويأتمر بأوامر عدونا. ما علمت هواه لغيرك، وما أتمر إلا بأمرك يا مولاتي. كان، قبل أن يستمع إلى كلام محمد ويجالس أتباعه ويحفظ عنهم. كلنا سمعنا بعض كلام محمد، أنت يا مولاتي وأنا وطليحة ومسيلمة وابن أخطب اليهودي وابن علقمة راهب نجران. كل هؤلاء سمعوا كلام محمد بآذانهم، ولكن ما وقر في نفوسهم. أما هو فقد رسخ كلام محمد في صدره وتحصن به مني كما فعل بعض خصومي. وهل لكلام محمد وآيات كتابه سلطان على أعوانك يا مولاتي؟ والكفاءة عقل وخبرة، وما أرخصها مهما غلى ثمنها. ولاؤه وقلبه وعقله لك يا مولاتي. أنت أشد منه ولاء ووفاء وعقلا وحبا لنا يا ابن عم وزيرنا وصاحبنا الخائن السجين. دعك منه وخبرني بما عندك ولم يصل إلينا من أخبار محمد ودعوته وحروبه. يريد غزو الشام ومحاربة الروم. ولم لا؟ والنصر حليفه منذ دخل يثرب، هزم قريشا وأحلافها في بدر، وانهزم في أحد، وهزمنا وأحزابنا. لولا ذلك الخندق الذي أشار بحفره رجل مجوسي، وريح السموم التي عصفت بخيامنا ونفرت خيولنا ودوابنا. لكأن الريح تحارب مع الرجل. ريحنا أشد عصفا يا حكيم قومك وسيده، أشد منها عصفا بأهدافنا تلك المصالحة والهدنة التي عقدها مع قريش. هادنهم ليفرغ إلى ملوك الأرض، يراسلهم ويدعوهم إلى دينه. ومن ذا يجيبه؟ ملك الروم، وهو يجعل من نفسه ملك الملوك، أو ملك غسان، أو ملك الحيرة، أو ملك البحرين، أو عمك هوذا ملك اليمامة يا حكيم اليمامة وسيدها. هل تنزلون على رأي؟ نعم نعم.
إلا أن تشير علينا بتصديقه واتباعه. انطلق إلى القسطنطينية ولا تنزل عن راحلتك إلا أمام قلعة القيصر. أمرك يا مولاتي. ثم ارجع إلى يثرب وأتني بخبر جيوش محمد. عد إلي ولا تنزل في أي قبيلة في طريقك. أمر مولاتي. ولما لا نصالحه كما صالح قريشا؟ تريد أن نسلمه رقابنا يا حكيم بني أسد؟ الصلح مثل الحلف، والرجل لا ينقض عهده كما بلغنا عنه، فقد وفى بما عاهد عليه قريشا. أولئك قومه وعشيرته، أما نحن فلا أظنه يقبل منا إلا الدخول في دينه أو الحرب. فلتكن الحرب. يا فارس قومنا، الأمر أدهى وأمر مما تظن، فإن رجلا يحشد الجيوش ويسيرها إلى أرض الروم لهو رجل قوي لا يهاب. علينا أن ننظر في أمره بعين العقل والحيلة. كأنك من رأي طليحة يا حكيم اليمامة. ونعم الرأي. فإن لم يقبل المصالحة وخيرنا بين دينه وبين القتال. ما دينه إلا كلمات تقال، ولا ضير علينا ولا تثريب أن ننطقها بأفواهنا لنلزمه بما ألزم به نفسه. وبماذا ألزم نفسه يا حكيم قومك وسيدهم؟ لقد بلغني عنه قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أتحفظ أقواله يا حكيم قومك؟ من لم يعرف خصمه لم يغلب. العهد يا صهرنا. ماذا أفعل يا أماه لأمنع هذا الزواج المشؤوم؟ لا أدري يا ابنتي، إنهما أمران أحلاهما مر، إما أن تعترفي أو تسكتي. الموت أهون من أن أتركه يتزوج أخته. سيقتلك زوجك. لا تهمني نفسي بل ولدي. إن لم يقتله زفر سيقتله العار والذل. اعترفي لولدك حتى يرفض الزواج منها. ولدي، إني أرى الشك في عينيه ولا ألومه، إنما أنا الملومة. أعماني الحقد والرغبة في الانتقام، وما علمت أني سأنتقم من نفسي وممن هو أعز علي من نفسي. لا سبيل إلى الخلاص إلا بموت أحدكم، إما زوجك أو أنت أو ولدك أو العروس. Thank you.
لكأن زفر يريد أن يطوف بولده على قبائل الأرض كلها. يريدهم أن يعلموا من هو أبو العروس. شراب التمر بالشهد يرطب الفم ويهدئ النفس. اشرب. لا أريد. لا اشربي، إنه أحسن شراب للعروس ليلة زفافها. اشربي. عندك ترقبي فضيحتك أو موتك أنت وولدك. كان مسموما. لماذا تريدون قتل؟ سأبوح لك بسر يا ابنتي. مرحبا مرحبا. اذهب إلى الوادي واذبحه 10 جمال و10 بقرات و20 كبشا. هيا. هذا كثير يا سيد بني مراد. الأعراس فرحة للفقير قبل الغني يا أبا أرطأة، وكل القبيلة ضيوف علينا الليلة. بورك فيك يا سيد العرب. ليلة العرس في داري حتى الصباح. يا أم أرطاء، يا أم أرطاء، أين الأسدية؟ ماذا تريد؟ أين العروس يا أم أرطاء؟ إنها ترتدي ثياب العرس والزفاف. سأتحرك موكب العروس من أمام دار الحارث. هيا أسرعا، فالجميع في انتظار الأسدية. سأنتهي من تجهيزها وسأخرج بالبنات والنساء والدفوف، نطوف بها القبيلة حتى دار الحارث ونجلسها إلى جوار زوجها ولدي يا أبا أرطاء. انصرف. ارتدي هذه الملابس ولا تخرجي من الغرفة حتى أعود إليك. لا تتركها يا ثعلبة إلا في دار أبيها درار بن الأزور. أمرك يا مولاتي. اطوي الأرض طية ولا تتوقف عن السير ليل نهار، ودافع عنها بدمك. أتفهم؟ اطمئني يا مولاتي. هيا رتب كل شيء ولا تتحرك حتى أمرك. أمرك يا مولاتي. Yeah.
مبارز كأبيك يا علقمة. هل من مبارز؟ العريس لا يرفع الرجل سيفه على أخيه. العريس وأبوه، لنرى أيهما الفارس. لا يرفع الرجل سيفه على ولده. إنها مداعبة وملاعبة يا سيد قومنا. لا يرفع الولد سيفه على أبيه. إلى أين يا أبا العريس؟ العروس تأخرت، لعلها ماتت. سهية، أين الفتاة؟ خرجت مع نساء وجوار القبيلة. ولماذا لم تخرجي معها؟ ألا يحق لأم العريس أن تتجمل وتتزين؟ منذ متى خرجت؟ منذ وقت طويل. كأنها لم تصل إلى دار الحارث؟ قسما لأقتلنك أنت وولدك لو أن الفتاة هربت. أين الفتاة؟ خرجت مع نساء وجوار القبيلة. ولماذا لم تخرجي معها؟ ألا يحق لأم العريس أن تتجمل وتتزين؟ منذ متى خرجت؟ منذ وقت طويل. كأنها لم تصل إلى دار الحارث؟ قسما لأقتلنك أنت وولدك لو أن الفتاة هربت. قطعت سهية قول كل داعي. أصارحك بأنه كان في نفسي منها شيء من ريبة وظن، وما حكمت بزواجهما إلا لأبرئ نسب ولدها من كل شائبة، أو أؤكده بكل يقين للرجل الأسدي الذي كان يدعيه. ليته كان حاضرا ليشهد عرس ابنته على من كان يزعم أنه ولده. الخبر يطير من أقصى الأرض إلى أقصاها على صهوات الخيل. قتادة، علقمة، إلى خيولكم أيها الرجال. ماذا حدث؟ إغارة؟ العروس اللئيمة هربت. ألا تخرج معهم تبحث عن عروسك؟ لا أريدها. فإن أدركوها؟ لن أتزوجها. ولما؟ طلبتك أمك يا فتى. يا علقمة، لم تجد في نساء الديار كلها إلا تلك المصيبة. من سوء الحظ ونحس الطالع. ألا تلدغها أفعى لنستريح منها؟ قتلتم جدها أمام عينيها وتتمنون موتها. ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ إذا عادوا بها فلا تقبلها زوجة. وإذا أصر أبي؟ أخبره أنك تبغضها ولا تطمئن إليها. الفتاة التي تهرب ليلة زفافها من زوجها لا تتورع عن قتله إذا أرغمت على معاشرته. أقصى ما يتمناه أبي. يتمنى موتك؟ ربما. لا، الرجل لا يقتل ولده. من يدري،
فما أكثر ما هددني بالقتل. مهما يهددك لا تتزوجها. لماذا ساعدتها على الهرب؟ حتى لا تفرق بينك وبين أخيك، فإنه يحبها. ولماذا أصر أبي وهو يعلم بحبي علقمة له؟ ربما أخبره أخوك أنه زهد فيها. كان يعارضه يتوسل إليه إلى آخر لحظة أن يزوجه منها، لكنه أصر على زواجي أنا منها. لماذا؟ أنت الأكبر يا ولدي وأحق بالزواج قبل أخيك الأصغر. أما كان أبي يعلم أني الأكبر وهو يخرج يخطبها للأصغر؟ ربما أحس بخطئه فعدل عن رأيه. ما عدل عن رأيه إلا عندما علم أنها بنت الرجل الأسدي، وقال لي في حقد والغضب والانتقام في عيني: ما دامت بنت الرجل الأسدي فلن يتزوجها غيرك. لماذا؟ لماذا يا أماه؟ يا أم أرطاء؟ أنت تعرف أباك لا يستقر على رأي، وإذا صمم على شيء نفذه ولو بحد السيف. لماذا هددني بالقتل إذا لم أتزوجها؟ هو دائما يهددنا بلا سبب. اصدقيني الخبر يا أم ولدك، أليس الرجل الأسدي هو درار ابن الأزور؟ أنت تعرف هذا من أعوام. وهو الذي خطفك قبل زواجك من أبي؟ وتعرف هذا أيضا يا والدي. وهو نفسه الذي رأته جدتي في بيتها وزعمت أنه لص. كفى سؤلا يا ولدي، واترك أمك لما هي فيه. حقا أنها لم تكن أول مرة يدخل فيها ديارنا؟ كانت أول مرة أو عاشر مرة، ماذا يهمك من أمره؟ يهمني من أمره؟ ما يهمك من أمري إن كان يهمك يا جدتي يا أم سهية؟ اهدأ يا ولدي واسترح، قد لا يلحقون بها. كيف يجرؤ رجل خطفك على دخول ديارك مرارا وتكرارا؟ كتب من أبلغك. اصدقوني أنتم، فإن عقلي سيذهب سأجن. هل أصدقكم وأكذب الرجل القتيل جد عتكة؟ أصدقكم وأكذب كل من يناديني بابن سهية؟ أنت ابن سهية وابن أبيك زفر. زفر أبي؟ حقا زفر أبي؟ نعم يا ولدي. هل يكذب الرجل القتيل وهو يلفظ أنفاسه ويقول لي دافع عنها إنها بنت ضراري وأنت؟ من أبي؟ من أبي؟ أنا ابن الأسدي. رفقا بأمك يا ولدي. لماذا أذلتني؟ قهرتني، جعلتني لصيقا في غير نسبي، منسوبا لرجل غير أبي. أذلني وقهرني. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا أمي؟ ماذا جنيت؟ ولدي، ابنتي.
هيا قبل أن يدركونا. لن يذهب دمك حذرا يا جدي. يا حبيبتي، إنك لم تأكلي منذ أمس. يا ويلي من الأمس واليوم والغد، حتى ولدي يتحاشاني ويتجنبني، وإذا نظر إلي يقتلني بما أرى في عيني من حزن وهم وشك. يا ولدي لا تظلم أباك. ما شعرت يوما أنه أبي، وما ظننت أبدا أنه ليس أبي. لا يسمعك أحد تنطق بهذا فتتهم أمك وأباك وتلحق بهما العار. تكلم، لماذا تنظر إلي متسائلا ثم لا تسأل؟ تكلم ولا تخف. وتصدقني يا سيد قومنا؟ ما كذب الحارث بن عوف منذ نطق يا ولدي. من أبي؟ من إليه تنتسب يا ابن زفر؟ فإن رجع أبي زفر بالعروس الهاربة أتزوجها؟ إن كنت تميل إليها. أو هل سألت أمك؟ كما سألتك. فبماذا أجابتك؟ كما أجبتني. الأم لا تخدع ولدها يا فتى. والشيخ لا يكذب أبدا يا مولاي. أدبتنا أيها الغلام الأسدي، يا من قتلتك أمك ذلا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. ما أجمل هذا الكلام وما أحوج الناس إليه. زدنا يا أخي مما تحفظ. تلك آيات حفظتها من ابن حارثة صاحب رسول الله ومن مالك أبي سهية. أتظنها أسلمت؟ الله يهدي من يشاء. متى نرحل إلى يثرب؟ لعل الله يهديهم فيخرجوا معي كما توعدنا لندخل على رسول الله في وفد لم تشهده يثرب من قبل. ونترك ابن عمنا زيدا؟ قد حاولت معه ولكنه أصر على عناده وكفره. هل تأذن لي أن أكلمه؟ ولم لا،
إنه ابن عمك وأخوك في الرضاع، ولا بأس عليك كلميه، فلعل الله أن يهديه بك. وما زال يحبها رغم خطبتها لغيري. من يدري ما يفعل الله بنا. ستخرجين معي إلى الوادي. أتخافين لقاءه؟ بل أخاف ألسنة السوء. يا ابن العم، إني أربأ بك أن تكون تابعا لامرأة تحركها أطماعها ويساعدها أعداء العرب. طليحة ليس تابعا لأحد يا حكيم العرب. أنا لست حكيما مثلك، ولا قارئا مثلك، ولا عالما برسالات السماء مثلك، لكني رجل من عشيرتك، وأراك تسلك طريقا غايته هاوية وعار لنا نحن بني أسد وللعرب كافة. كيف تصبر على هذا الرجل؟ اتركنا وحدنا. يا ابن العم، لقد كنت أدخرك لأمر أنا مقبل عليه، هو العز والسيادة والملك والجاه، وأنت أحق الناس بمشاركتي فيه. أي أمر؟ أمر لم يحن موعده بعد. ومتى يحين؟ لو كنت ما زلت على ديننا لكاشفتك بأسراري وجعلتك قائد أنصاري. هواك الكذاب مسيلمة والكذابة سجع. يا ضرار يا ابن العم، يا فارس قومنا، أنت لا تعرف طليحة ولا عقل طليحة. فأخبرني يا طليحة، ماذا في عقل طليحة؟ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الأيام أبدت وأوضحت وكشفت ما كنا عليه من جهالة. فاطرح ما في عقلك من أوهام وأطماع، وهيا نتدارك أمرنا ونذهب إلى النبي محمد طوعا قبل أن نساق إليه كرها. من ذا يكرهني؟ اعلم يا ابن العم أني سأخرج إلى النبي بمن يخرج معي، وإني أخشى أن يأمرني بدعوة قومي إلى الإسلام أو القتال، وما أحب أن أرفع سيفي على رجل من قومي، وقد أعذر من أنذر. اسمح لهذا الصبي أن يتطاول عليك. إنه في داري يا ليلى. وكيف تسمح له بدخول دارنا بعدما فعله بك وبزوجي؟ للقرابة حرمة وتسامح. قرابة؟ قرابة يترفع عليها ويبرأ منها. لا أريد أن أعاديه، فقد أحتاجه ذات يوم. لست محتاجا إليه، فزوجي ورجاله سيوفك وسهامك. وانصارك يا سيد بني أسد. اكتم هذا إلى حين. ولما؟ لقد أمرتكم بالكتمان، فامتثلوا حتى يؤون الأوان. أمرك يا أخ زوجتي الحبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أنت؟ أخ مسلم من أهل الشام، أريد لقاء قائد الجيش. انتظر هنا.
من قائدكم؟ زيد بن حارثة. مرحبا بك. من أنت؟ وماذا تريد؟ أريدك على انفراد، والأمر خطير. حانت اللحظة للقضاء عليه وعلى دعوته. حانت اللحظة لامتلاك الأرض وعرش يثرب. الأمر يحتاج إلى حشد وخطة. أيها الملك، الأمر لا يحتاج إلا إلى المبادئة والمفاجأة. فيثرب خالية من جيوش الرجل، فقد أرسلها ليحارب جيوش الروم وجحافلها. الروم؟ استعدوا للزحف قبل شمس الغد. ما سألتك لتستشير وزيرك المجوسي. لا أريد مددا من جيوش المجوس، فرجالي وجنودي تكفي. يا حكيمة العرب، إن من الحكمة أن نترقب لنرى من المنتصر. سينتصر الروم. المنتصر لا يكف عن المنهزم حتى يطارده إلى دياره فيهدمها عليه ويحتلها. ولذا فعلينا أن نسبقهم إليها. ليهدموها علينا؟ دعوا لي هذا الأمر. وقد ينتصر محمد. ينتصر على 200,000 جندي رومي بخيولهم وعتادهم؟ أنصحك بالتريث والترقب. نصحتنا صادقا يا أخ الإسلام، بارك الله فيك. ما أظنكم صدقتموني، وأحلف بالله الذي أرسل رسوله بالحق ما كذبتكم في خبر، وما تركت الشام إلا وسهولها تسيل بالجيوش، وأنتم كما أرى في 4,000. لو كنت مسلما حقا لآمنت لقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إلى أين يا هذا؟ إلى ما أراده الله لي. إلى من أرسلك لتعرف أخبارنا؟ غفر الله لك يا أخي. لا تسئ الظن بالرجل يا ابن الوليد. أنا على يقين من أنه عين من عيون الروم، وأجلس إليكم وأخبركم بما يخفى على عيونكم ورجالكم إن كان لكم رجال في أرض الروم. ما نحن ممن يدسون الجواسيس ويبثون العيون تتلصص وتخدع أحدا ولو كانوا أعداءنا. يا ابن الوليد، أنت رجل حرب وقتال، والحرب خدعة. لهذا جيت تخدعنا؟ والله لا أطلق سراحك حتى أستوثق من خبرك. لا بأس، ها أنا بلا سلاح. هل لمولاتي أمر آخر؟ مولاتك؟ كلمني واترك ما في يدك. لماذا تتحاشاني؟ خوفا من مولاي التغلبي. غلبك الهم والغم يا أحمق. أكثر مما غلبني. هذا إذن هو سبب هروبك من البيت وبقائك هنا في الوادي، وليس ما تزعمه الناس بأنك هجرت دارك لأن ابن عمك ضرارا قد ترك عبادة الأصنام وآمن بالله الواحد الأحد. مرحى مرحى، وتبعت أخاك، ولابد أن سلمى والخدم كلهم تبعوا سيدهم. بل تبعوا الحق وتركوا الباطل. شأنكم لسيدكم. يا ابن العم، هو ابن عمك وأخوك ومولاي. أرجوك ألا تنطق بهذه الكلمة البذيئة. أما جئت الآن لتطلبي مني أن أكون مثل الخدم الذين اتبعوا مولاهم لأنه أمرهم فأطاعوه؟ هو لم ولن يأمرك. ولو أمرني ما أطعته ولا اتبعته.
وتطيع طليحة وتتبعه، أليس كذلك؟ طليحة رجل ما زال على ديننا، ولو خرج طائعا مع ضرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتخرج معه؟ كلا، ولو خرجت القبيلة كلها. لماذا يا زيد؟ لا أريدكم، ولا أريد أن يجمعني بكم طريق ولا مكان ولا دين. يا أميرة بني تغلب. احرصوا على هذا الأسير. إنها يا مولاتي يا مليكة العرب، هدايا القيصر لك ابتهاجا بالنصر الساحق لجيوش الروم على جيش محمد في مؤتة. شكرا له. القيصر يعرف كيف يستميل أعوانه ويعرف أقدارهم. هل شاهدت المعركة؟ كلا، لكني شاهدت جيش محمد ينسحب من ميدان المعركة فرارا إلى يثرب، فاندسست بينهم حتى سلكوا طريق تبوك. كم كان عددهم؟ ما يقرب من 3,000. هذا يوم خروجهم للمعركة، أسألك عن عددهم عند انسحابهم. لم يقتل منهم كما علمت إلا 12 رجلا. 3,000 رجل يخرجون لقتال 200,000 مقاتل من فرسان الروم وأحلافهم، ولا يقتل منهم إلا 12 رجلا؟ وقتلوا من الروم 200. أرأيت جرأة وشجاعة أعظم من هذا؟ لا، حماقة وغرور أكثر منها جرأة وشجاعة. مهما يكن، فقد أفزعوا جيوش الروم واقتحموا عليهم أرضهم، ثم انسحبوا من الميدان دون أن يفقدوا الكثير. والانسحاب الناجح في رأي رجال الحرب نصر مؤثر. بشراك يا حكيمة العرب والروم والأرض كلها، بشراك بهزيمة خصمك وفرار فلول جيشه من مؤتة إلى يثرب. يتلقاهم النساء والأطفال بالحجارة صارخين في وجوههم، شاهت وجوه الفرار. فما رأي محمد؟ كان يتصنع الثبات ويواسي أصحابه ويقول عن المنهزمين: بل هم الكرار المنتصرون. هل تيقنت أن محمدا ليس كما نظن ويظن من لم يعرف؟ إن لم تفاجئوه في أحزانه واضطراب أمر رجاله فلن تقهروه أبدا. فأسرعي يا مولاتي واجمعي حشودك ورجالك إلى يثرب. سنرى. ماذا تحمل من أخبار القبائل؟ أهم خبر، إنه خبر خادمك زياد. نصب الضلالة وشاهد الجهالة، متى يؤذن لي بهدمك؟ وما شأني أنا؟ سيذهب ضرار إلى محمد فليذهب. سيدخل في ديني. إنه على دينه منذ زمن. سيرجع في جيش من رجاله، وهنا يأتي دور دعفور الفارس. ما
عدنا إلى ثياب الفروسية وخلعنا ثياب الدين الجديد، وفقدنا الأمل في ثياب العرس والزفاف. ما خلعنا ولا فقدنا إلا رجال بني الأزور. إلى أين أيها الفارس؟ إلى أخي درار، إلى من تخلى عنه أقرب الناس إليه فخرج وحيدا بلا سند. عجبا، وأين أصهاره بنو تغلب؟ فهم قبائل في عدد الحصى. الغيرة أعمتك فأفقدتك المروءة والغيرة على أهلك والخوف على دمك. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا أتى بك؟ خروجك وحيدا. ما حيلتي وقد خذلني قومي؟ حتى ابن عمنا زيد ظننته أقربنا إلى الإسلام، ولكن طليحة أهواه. ليس طليحة، إنما الغضب والغيرة منذ خطبني زياد. ما زلت تريدين؟ لقد خطبني منك ورضيت وتوعدتما. فإن أخلف وعده طوعا أو كرها؟ ماذا تعني؟ أسألك. لا أتزوج أحدا آخر حتى. حتى ولو كان الرجل يحبك ويغار عليك ويجد في أثرك حيثما رحلت يا مكرة بني الأزواج. لماذا لم تخبرني بخروجك؟ حتى لا أكرهك على ما لا تحب. إلى أين؟ إلى حيث أحب أنا وتكره أنت. أنا لا أكره شيئا، تحبه أنت يا ابن العم. مرحى، ذلك ظني بك. الغاية وفرقتكم الأهواء. يا حكيمة العرب، أنا ما زلت على عهدي وموثقي، لكن طليحة الأسدي بدأ يعمل لصالحه ويعقد المجالس في داره لرؤساء القبائل وفرسانها. فأين أنت من قبائلك وسيوفهم وفرسانهم يا سيد اليمانة؟ كلهم رهن إشارتي. فلما لا تنطلق إلى غايتك؟ يا حكيمة العرب، إن محمدا قد أصبح في مأمن من قريش وأحلافها بعد أن صالحها وهادنها، ومن الخطر أن أبادر بحربه وحدي دون عون من سائر القبائل في نجد والشام والعراق. تريد مددا من جيوشي؟ غايتنا واحدة. لك ما تريد بشرط. رهن شرطك وأمرك. أن تفسد ما بين قريش ومحمد من عهد وهدنة. ها؟ كيف يا حكيمة العرب؟
سهم من هنا أو هناك يقتل رجلا من هنا أو هناك، إغارة من بعض حلفاء هذا الجانب على حلفاء الجانب الآخر تنقض العهد وتبطل الصلح وتشعل الحرب وتفتح على الرجل أبواب القتال في كل أرض ومجال. حينئذ أمدك بالمال والعتاد والرجال. وي ثم وي ثم وي، لم تتركي لدهات الحرب والحكم